مساء الخير. الموت حق، كلنا هنموت، وربنا سبحانه وتعالى ادينا الحق اننا نسيب وصية قبل ما نموت عشان ننظم حياتنا وحياة ولادنا والناس المسؤولة مننا. بس صفية بطل القصة حقيقية النهاردة قررت ان هي تسيب اغرب وصية، اغرب وصية سمعتها في حياتي فعلا. الست صفية بعتت تقول لنا عايزة لما موت دار تتولى رعاية بنتي وما يبقاش لأبوها أي علاقة بيها. طب ليه قالت كده؟ طب في حاجة في الشرع والقانون تديها الحق إن هي تسيب وصية زي دي؟ تعالوا نسمع القصة من أولها ونشوف صفية بعتت تقول لنا إيه. اسمي صفية وعندي 56 سنة وحاسة اني خلاص بودع الدنيا، عشان كده بعت لكم قصتي. ودي مش قصتي لوحدي، في ستات كتير حكاياتهم شبه حكايتي، شفتهم على مدار سنين عمري في المحاكم، شفتهم وهم بيعانوا من قانون حق الولاية. بتمنى من ربنا ان رسالتي توصل لكل مسؤول، ونفسي الموضوع ده يتعدل عشان في ولاد كتير قوي بيتعبوا في حياتهم لأنهم اتولدوا لأبهات ما عندهاش ضمير ولا رحمة، فالحين بس يخلفوا ويرموا وبعدين يتحكموا في حياة الأم وأطفالها بعد الطلاق. وأنا مشكلتي بدأت لما اتطلقت بعد جوازي بثلاث شهور، ما كانش راجل كويس ولا هو ولا أهله، اتطلقت منه وأنا حامل، وبعدين ربنا كرمني ببنت من ذوي الهمم، أبوها رماها ومرضيش يصرف عليها وراح اتجوز وخلف وعاش حياته. بنتي بحكم مرضها هتعيش عندها مشاكل في الإدراك، هتفضل طول عمرها زي الأطفال المرفوع عنهم الألم. يعني ربنا بعت له ملاك عشان تاخد بإيده يوم القيامة لو اهتم بيها واتقى ربنا فيها، لكنه ما قدرش النعمة دي وسابها وسابني لوحدي أتحمل مسؤوليتها. لما رفعت قضية نفقة المحكمة حكمت لي بمبلغ قليل جدا عشان هو عنده بيت وأطفال تانين، مبلغ ما يكفيش أي حاجة، فاعتبرت نفسي ما باخدش منه فلوس وقلت رزقي ورزقها على الله. شقيت واشتغلت وحطيت القرش على القرش عشان أربي بنتي، وأهلي كانوا معايا قدر الإمكان لحد ما ورثت منهم بقى معايا قرشين. بس دلوقتي خايفة أموت وفلوسي تروح لبنتي وأبوها هو اللي ياخد الفلوس دي لأنه هو الولي على البنت من بعدي. طب إزاي وبنتي كبرت وبقى عندها 23 سنة وأبوها مطلبش يشوفها، وياما البنت كانت محتاجة رعاية وأدوية كنا مش لاقيين، لا هو موجود ولا في حد من أهله ممكن تروحي له. أهل طليقي كانوا ناس مش مؤدبين، أسهل حاجة عندهم الشتيمة. أنا عايزة أقولك أول حاجة إنك بطلة يا ست صفية، إنك شلتي مسؤولية كبيرة لبنت ظروفها خاصة زي بنتك وهبتي حياتك كلها ليها، لازم تكوني بطلة بجد. اللي يشيل مسؤولية زي دي لوحده مش محتاج لحد، يا رب ما تحتاجي لحد أبدا. تعالوا نكمل. مشكلتي يا سالي إني كبرت، عمري جري مني، فرحت دار مسنين وقبلوا ياخدوني أنا وبنتي نعيش فيها، ودلوقتي أنا حاسة أن الموت قريب قوي، وعشان كده عايزة أعمل وديعة باسم بنتي بحيث الدار تاخد العائد اللي بيطلع منها ويسيبوا بنتي تعيش بعدي في الدار وتقعد بفلوسها بعد وفاتي من غير ما حد يكون لي الحق أنه ياخدها أو ياخد فلوسها. وقبل ما تسأليني عن أهلي فين، أنا هقولك الحمد لله أنا ليا أخوات بنات وكويسين وطول الوقت بيعاملوا بنتي كويس، بس أخواتي البنات سنهم كمان بقى كبير وخايفة يتوفوا وتلف الأيام والبنت تروح في الآخر لأبوها بفلوسها وياخد هو القرشين ويصرفهم على نفسه ويرمي البنت زي ما رماها قبل كده. عشان كده ببعت لكم النهاردة يمكن تجاوبوني وأفهم منكم، هل في إجراءات قانونية تضمن ان بنتي تعيش في الدار دي على طول بعد وفاتي وابوها ما ياخدش الوديعة دي لان هيكون هو الولي الطبيعي والشرعي عليها؟ يا سالي انا بخاف من كلمة الولاية دي لانها اكتر كلمة عانيت منها في حياتي
أنا وستات كتير. ستات هي اللي بتصرف وتربي وتشقى، ما تقدرش تتصرف بسهولة في أي ورق أو إجراءات خاصة بابنها أو بنتها غير بموافقة الأب اللي هو أصلاً ما يعرفش حاجة عن الأبوة. بجد حق الولاية ده سكينة بتذبح ستات كتير ورجالة كتير بتستخدمه عشان تضايق مراتها. تعرف يا سالي، أنا أعرف أم مطلقة طلقها ما كانش بيديها مليم لا ليها ولا لعيالها، وأبوها كمان كان عنده أرض، كتب وصية، وصية إدى فيها الأرض لولاده الرجالة بس عشان الأرض ما تطلعش برا العيلة، واتحكم على البنت إنه حقها كله يتاخد من طلقها ومن أبوها ومن إخواتها. وتعرفت على واحدة في محكمة الأسرة عندها بنت كبيرة وباقي أطفالها لسه ما بلغوش السن القانوني، ولما جت الست دي تتجوز جوزها راح لها بيت أهلها وشتمها قدام بنتها والعريس وأهله، ولما حد من ولادها حصلت له مشكلة في المدرسة واضطرت الأم إن هي تلجأ له راح لابنه المدرسة شتمه بأمه وضربه قدام زمايله وخلى سيرة الأم وحشة قدام الطلبة والمدرسين عشان يكسر عينها. وحالة ولاده النفسية بقت في الحضيض، وكل شوية يقولوا يا ريته كان مات أحسن، بس قدام القانون هو اللي معاه الولاية التعليمية. بذمتك ده الولي اللي يقصده ربنا؟ هو ده الشخص اللي من حقه الولاية التعليمية والمالية على ولاده؟ أرجوك يا سالي اعرضي مشكلتي ضروري، وصلوا صوتي أنا واللي زيي لأعضاء مجلس النواب عشان يعدلوا القانون. وليه أصلا التعديلات التشريعية في حالة الطلاق ما يحددش القاضي مين اللي يستحق يكون الولي على الأبناء سواء الأم أو الأب، وفقا بقى لكل واحد حسب حالته. وولادنا ذوي الهمم ليه ما يبقاش لأم زيي الحق إن هي تأمن لهم مكان مناسب اللي يعيشوا فيه؟ وليه ما يكونش في قانون يحمي مال الطفل اللي ما يعرفش يحافظ على حقه أو يكون من ذوي الهمم، أو جهة تشرف على أحواله وتشوفه عايش كويس بعد وفاة الأم ولا لأ؟ أنا خايفة على بنتي من بعدي ومش عارفة أعمل إيه ولحد هنا وخلصت رسالة الست صفية. رسالة وحشة توجع القلب، اتجوزت 3 شهور وبعدين دفعت تمنها بقى إيه؟ يعني تمن الثلاث شهور دول عمرها كله بقى. بطلة خلت حياتها كلها لبنتها المريضة اللي هي من ذوي الهمم عشان تربيها تربية كويسة، تصرف عليها، تديها أدوية ورعاية. طب الوصية بقى اللي هي عايزة تعملها الست صفية دي عشان تضمن مستقبل بنتها وتأمنه لها، ينفع تبقى وصية قانونية؟ ممكن تعمل كده؟ ممكن تحط بنتها في دار مسنين وتخلي الدار هي اللي تصرف عليها من الوديعة أو من العائد من الفايدة اللي بتطلع؟ ممكن تعمل كده وتحط الفلوس في البنك باسم البنت؟ ولا الكلام ده ما ينفعش؟ احنا ما نعرفش. طب والأب هو الوحيد اللي الحق إن هو يتحكم في مال بنته أو ليه الولاية عليها في كل حاجة؟ هو أصلا ما ظهرش وما شفناهوش وراح اتجوز وخلف وعيش حياته؟ طب ليه موضوع حق الولاية ده عامل أزمات بالشكل ده لستات كتير في مصر؟ طب في أمل إن هو يكون ليه حل؟ ودايما يقول لك إيه، طب ما هو ممكن يخلوا الست تبقى هي اللي بتصرف وفي الآخر تطلع مش كفء أو مش مؤهلة إن هي تصرف، طب ما ممكن الراجل كمان برضو يبقى مش مؤهل ولا كفء إن هو يصرف. حاجات كتير قوي وأسئلة كتير قوي هنجاوب عليها النهاردة، ومشكلة مجتمع ومشكلة كبيرة ولازم نحلها إن شاء الله وهنحاول. استنونا بعد الفاصل. قصتنا النهاردة عن الست صفية. الست صفية اتطلقت من جوزها بعد 3 شهور بس من الجواز، اتطلقت وهي حامل، ربنا رزقها منه ببنت من ذوي الهمم، طلقها راح اتجوز وخلف، نسي تماما انه معاه بنت عندها ظروف خاصة او محتاجة رعاية خاصة، ما حاولش يشوفها ولا كان بيصرف عليها، لحد ما هي لجأت للمحكمة اتحكم لها بنفقة مبلغ صغير جدا، فوضت امرها ربنا وهبت حياتها كلها لبنتها المريضة، واشتغلت بقت تحط القرش على القرش عشان خاطر بنتها لحد ما كبرت في السن، ورثت كمان وشافت دار مسنين راحت تعيش فيها هي وبنتها، عايزة بقى هي تعمل وديعة في البنك باسم بنتها بحيث بعد عمر طويل ويديها الصحة يا رب ويقدرها إن هي لما تموت تفضل البنت عايشة في الدار دي
والدار تصرف على البنت من الفلوس اللي بتيجي من الوديعة. الست صفية خايفة على بنتها من أبوها، خايفة ياخد الفلوس ويرمي بنته زي ما رماها قبل كده. وعشان كده منورانا ومشرفانا النهاردة المعالجة النفسية دكتور هند بنا. ازيك يا دكتور هند؟ أخبارك ايه يا دود؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ شفتي قصص زي دي قبل كده انه حد بيكتب وصيته؟ لا وصية لا، لكن اب ساب ولاده. طب هو لما حد يكتب وصيته ده معناه خوف من الموت ولا بنعمل حساب لبكره؟ خوف من الموت، دي فوبيا. هي اكيد اكيد الست صفية اتعاشت طول حياتها مع البنتها دي في حالة من الخوف اكيد. يعني هي طول وقتها، طول الوقت البنت هنا في عنصر مفتقد اللي هو عنصر الاب، عنصر الامان. اضافه بس بحس كل الامهات كده بيتهيألي، انا ما جربتش غلاوه الضنا زي ما بيقولوا، بس يقولك امك بتبقى قاعده تفكر هو يا رب انا لو مت هسيب العيال لمين؟ طبعا مين هيربيهم بعد؟ في خوف طبعا من اي ام، في خوف، لكن اعتقد ان الخوف عند الست صفيه خوف مضاعف، لان ايه، انت البنت دي الوحيده اللي معاكي طول عمرك. هي البنت دي اعتمادها النفسي عليكي طول العمر، البنت مش في حاله طبيعيه. طب الخوف ده بيبقى مرضي؟ يعني هو بقى اتحول لخوف مرضي ممكن بزياده جداً. لانه هي البنت معتمد عليها؟ ممكن جدا، لان البنت مش في حاله طبيعيه. انا يعني الام دايما تقول ايه، يا رب اجوز ولادي وافرح بيه او بنتي واطمن عليها، تحس ان في امان جاي. لكن هي بالنسبه لحاله بنتها هي مش شايفه ان في امان، ممكن جاي. ما تبقاش مؤهله ان هي تتجوز او هي تعيش حياه كالاطفال، يعني سليم. واضح ان الاعاقه الذهنيه ممكن هي تكون بتقول ان الادراك مش قوي، وهتفضل ان هو الادراك بالظبط. فهي طول الوقت الطفله البنت دي انيسه 23 سنه، ولكن هي هتفضل طول الوقت في احتياج طفولي، ان هي محتاجه كانها طفله. فحتى ما فيش اللي هي اللي زي كل الامهات اللي هو بكره تتجوز واطمن عليها وتبقى في بيتها والكلام ده، لا ما فيش. احنا في حاله ان البنت دي دلوقتي ما لهاش غير الام. الام نفسها عندها فقدان امان، الام خدت فقدان صدمه الأمان. خدت صدمه في حياتها كبيره. غير فقدان الامان والصدمات، ممكن ام زي دي او بالحاله دي يجي لها مشاكل نفسيه؟ مليون في المية. مليون في المية؟ لا يا هند، أول مرة تقولي كده. لا هقول لك ليه، خلينا واقعيين. أنا بروح يا سالي دلوقتي المشاكل بحيث أربطها بالواقع أكتر عشان ما يبقاش بزيف الحقيقة. أربوك. يعني خلينا متفقين إن دي مشاكل من الواقع ومتكررة. طبعا أم في ظروف زي دي انفصلت عن جوزها وهي بعد 3 شهور جواز، ناهيكي أصلا عن مشاكل المطلقات، ناهيكي أصلا عن زي اللي احنا شفناهم في القصة كتير بقى، والابهات اللي بيرموا ولادهم. ناهيكي بقى ان ربنا يعني كرمها، انا شايفه ان ربنا كرمها على فكره بطفله من ذوي الهمم دي، ليها بيت في الجنه بيقولوا. طبعا دي ربنا كرمها وعوضها تعويض كبير. اوعى تفتكري ان انت اللي فيه دلوقتي دوت حاجه مش حلوه. ولكن هنا طول الوقت هي في خوف، عدم امان. ده بقى خوف مرضي؟ طبعا خوف مرضي، اللي زي الوسواس القهري انه اخاف اللي خاص الفكره سيطرت عليها، انا دي بنتي الوحيده بظروفها ديت هتروح فين من بعدي، الاب رمى، الاب ما اهتمش، تعبت وكافحت. لا دي ست بطله، ست مكافحه فعلا. لو يعني اصل احنا بنتكلم على ست مطلقه، يعني ازمه انفصال ودي لوحدها ليها مشاكلها طبعا، وازمه طفله من ذوي الهمم دي مشاكل تانية. اتعاملتي ازاي، ربيتي ازاي، وقدرتي توصلي ازاي للبنت للسن ده، كافحتي قد ايه. وازمه بقى اب على الناحيه التانية، والاب ده ايه يعني تحليله النفسي ده بيبقى ايه؟ يعني الاب اللي يرمي وما يشوفش عياله، هو الرجاله بيبقى عندها قلبها مش زي القلب الست. هقول لك حاجه، الغريزه عند الام هي غريزه الامومه، الاب ما عندوش. والابوه بقى الابوبه، الابوه ما هيش غريزه، مش مخلوقه جوه الراجل، لكن هو بيتعامل مع اولاده بالعشره والحاجات دي، المسؤوليه بتدي له حب. يعني مفيش راجل بيبقى عايز يخلف بيبقى عايزين بس مش غريزه، فاهمه؟ يعني دايما هتلاقي الام حاجه والاب حاجه يعني تانية. جم ما جوش ما جوش. لا طبعا بيبقى عايز يحافظ على نسله، عايز يحافظ على اسمه، لا يحس ان هو بقى عنده اولاد، لا في مفاهيم تانية غير فكره ان انا اب، فانا دوري هنا كاب ادي واعمل وابقى الرعايه والحمايه والامان. طبعا ونماذج كتير جدا من الابهات، مش شرط تكون حاله زي حاله ست صفيه بنت معوقه، لا ده بنلاقي حضرتك عادي ابهات اولادهم كويسين ودول نعمه في حياتهم، ويذهبوا بقى في اتجاهات اخرى، واللي يروح بقى يتجوز واللي يسيب ولاده واللي يعيش نزواته واللي يعمل كل الحاجات دي. فاحنا بنتكلم على نماذج حقيقي انا بصفها ان هي انانيه، سؤال عدم المسؤوليه. سؤال فيري تريكي ويعني وبصي احنا مكاننا يا هند بيبقى حساس جدا بالظبط، عشان كده انا بقول لك وناس بتمشي ورانا بالظبط، ويا بناخد سيئات يا بناخد حسنات يا مالهاش. ربنا يجعلنا بناخد حسنات يا رب. اب زي ده بقى اب زي ده يعني هل هو مؤهل ان هو يربي البنت بعد كده؟ يعني لو احنا ينفع نقول لها
خليها تشوف ابوها. طب ده مش ما يديلناش سيئات يعني. لا انا خايفه. لا 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 يعني النقطه دي مهمه جدا ان انت تعرفيها. لا حقيقي انا قلبي يعني انه انصح حتى في الاخر. لا 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 يا لا انا شايفه ان لا. ليه بقى؟ وانا البنت دي ما تعرفش باباها اصلا، ما توعاش عليه، ما تعرفش يعني ايه اب. دي نقطه. النقطه الثانيه، خلال سنين حياتها لو البنت دي عندها جزء واعي شويه او جزء ادراك شويه، شايفه الام هي اللي طول الوقت بترعى شؤونها وبترعى مسؤولياتها، اكيد اتحكى قدامها باباكي سابق، باباكي مش موجود، باباكي راح اتجوز، باباكي عمل، اكيد. فده كون عندها ايه؟ خوف الام ذات نفسها طول الوقت على بنتها، وعلى ان هي النموذج المضحي، النموذج اللي استحمل واللي قدم وراعى بنتها طول الوقت، ده كون عندها مفهوم ايه؟ اعتقد ان نموذج الاب او صوره الاب هي في دماغها لو هي في ادراك بنسبه ما، لا هيكون مشوش او مش موجود اطلاقا. سيبك من البنت خالص. الاب تاني انا بقى هلف وادور. ما يعرفهاش يا سالي. مش هيبقى مؤهل ان احنا نقدر ننصحها نقول لها خليها تعيش. لا 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 لا، احنا كده بنظلم البنت. اللي انت لو خدتها وقعدت معاك في بيتك واسرتك مع اولادك، يعني انت هتعيشها مع مرات اب وهتعيشها مع اولادك، انت عارفين ممكن الصدمات النفسيه اللي ممكن تقع فيها البنت دي ايه؟ ناهيكي عن ان البنت اوريدي معتمده اعتماد نفسي كامل على الام دي. انا بقى هرجع لك في الحته النفسيه، بس عايزه اسال في الحته الدينيه الاول يا هند بعد اذنك. معنا الشيخ ياسر عبد المنعم، كبير ائمه بوزاره الاوقاف. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. الحمد لله. وحضرتك طيب وبخير. أنا عايزة قبل ما أسألك على الولاية والحاجات دي، أنا أسألك سؤال بسيط جدا، أنه بشوف في أمهات كتير جدا ممكن يشوفوا أنه ده ابتلاء عظيم من ربنا والحمد لله على كل شيء، بس هل زي ما الأم كتبت في حاجة اسمها أنه الأطفال دول بيبقى رفع عنهم الألم، ما بيتحسبوش لو حد من ذوي الهمم أو إدراكه قليل يا مولانا؟ هم أولياء الله سبحانه وتعالى. هم دول ما بيعملوا سيئات، دوما تعتبروا اولياء سبحانك. طب هل هم فعلا يا شيخنا بيدخلونا الجنه؟ نعم. يعني ده يبني الاهل وبيت في الجنه؟ طبعا يا فندم، ده بتاخذ بيدها ويدخل بابيه وامه الجنه. يعني بياخذ بيد ابيه وبيد امه ويدخل بهم الجنه. الصحابه زمان كانوا بيتمنوا ان اولادهم يموتوا او اولادهم يكون فيهم شيء يصبروا. وبشر الصابرين. الله. وبشر الصابرين. إن لله وإنا إليه راجعون. بعد بشرة ربنا. طبعا. وبشر الصابرين. إن لله وإنا إليه راجعون. بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال بقى. قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. طبعا. فهي من الصابرين وهي من الذين تتحمل على نفسها. اللي أول ما تصيبهم أي مصيبة بيقولوا إن لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. بس أنا هسأل حضرتك حاجة يا مولانا. هو بياخد الأب والأم. هو بياخد الأب والأم الجنة. طب الام ربت وتعبت وشقيت، هل الاب اللي ما عملش ولا حاجه ده يخش الجنه؟ ده سؤال. يعني الجنه دي بتاعت ربنا، بس انا عايز اعرف هل انت بعد ما رميت هتاخد ثوابك زي ما انا اكيد هبقى غيران؟ هو اللي بياخد، اللي هو تحمل، اللي هو تعب، اللي هو تحمل المشقه، اللي هو ولن يوفي دينها. يعني دينها ده كله اللي هو اللي تعبته ده كله، لما واحد شال امه في العمره كلها قالوا برضو ما اديتهاش ربع حقها. طبعا ده شالها على 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 كتافه وطلع جبل عرفه وطاف وسعى وشالها لحد ما خلص كل مناسك الحج، وقال له يا رسول الله يعني انا كده اديتها حقها؟ قال لا، لم تؤد حقها. سبحانك. طب يا مولانا هسالك على حاجه. نعم. هو سؤال برضو، يعني انا كنت لسه برضو بقول لدكتور هند معانا، هو احنا ربنا مكننا مكانه على قد ما هي جميله جدا صعبه جدا، ربنا بيحاسبنا على كل كلمه بتطلع مننا لانها طلقه والناس ممكن تمشي وراك. نعم. انا هسال على حق الولايه، وهل يا شيخنا لو انا قلت ان الاب ده يروح، يعني انه بنته تروح له، او لو انا قلت لها لا ما تروحيلوش، ده يبقى حرام عليا الولايه؟ هي مش عايزه ان البنت تتربى مع اب زي ده، لانه من وجهه نظرها ومن اللي احنا قريناه من طرف واحد انه يعني ضحى بيهم وسابهم ولا يصلح لتربيه بنت تدخله الجنه. نعم. فاحنا لو قلنا لها لا ما تدي، يعني احنا مش عايزينها تعيش مع ابوها لو لا ما حرام، لان دي صله ارحام. ده حرام ربنا علينا سبحانه وتعالى، يعني امرنا ان احنا نواصلهم حتى ولو كانوا كفره. صح ولا مش صح يا دكتوره؟ صح.
طيب فما بالك ده أب مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال واحد وقال له إن أمي سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها 9 أشهر. قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق. قال لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين كاملين. طبعا بس يا مولانا أنا عايزة أقول لحضرتك على حاجة، على قد ما هي بتتعب البنت دلوقتي مش في إدراكها الطبيعي، يعني هي مش زيها زي الأطفال أو زي الآنسات اللي في السن ده، فإحنا لازم ناخد بدلها القرار ونحط نفسنا مكانها قبلها بمليون مرة. يعني كانت لسه الدكتور بتقول هل البنت تروح تعيش مع مرات أب مع أخوات مش شقة يبقى معاها الفلوس ففيها الطمع، فمع أب رماها من وهي صغيرة ودلوقتي عندها 23 سنة، هل يا مولانا أنا لو قلت لا الدار تبقى أولى برعاية البنت يبقى ده حرام علينا يا مولانا؟ لا مش حرام عليها، بس لازم أن تتجنب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافق إذا خاصم فجر. طبعا مش عاوزين يعني إحنا اتطلقنا وكل واحد راح في حاله ما نظلمش بعض أن يبقى في فجور وفي المعاملة السيئة دي وأنه ما بيسألش بينكم. ربنا بيقول وتعاونوا على البر والتقوى. ريحتلي ضميري يا مولانا ونورتني وعلى راسي والله يسعدك ويرضيك يا مولانا. كل من ساعته يعني ما ينفعش ان احنا نستخدم الاولاد كاله او اداه نحارب بها بعض. طبعا احنا طلعنا كل واحد راح لحاله. ربنا بيقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، تقول لك ما فيش فضل ما فيش اي حاجه، بس ما ينفعش ان احنا نكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ده عشانها هي اذا خاصم فجر. ما طبعا. ينفعش اذا تخاصم ده هو عمل الثلاثة يا مولانا. هو يعني كذب على الست لما اتجوزها وقال ان هو المفروض يبقى راجل ويشيل المسؤوليه، وخاصم وفجر فعلا وائتمنته على نفسها وخان. ده هو المنافق. بص اقول لحضرتك على حاجه، احنا اتعلمنا من النبي ان ما تعاملش الناس باخلاقها، نعامل الناس باخلاقنا احنا. هو انت يا مولانا قصدك فجورة هي مش فجورة هو في خصام؟ يا سيدتي الفاضلة يوم القيامة، يوم القيامة الناس لو تعرف الدنيا ديت، الدنيا دي بسيطة جدا. يوم القيامة في ناس بتطلع من القبور على طول على الجنة، على الدنيا دول مين بقى يا مولانا؟ اللي هم العافون عن الناس. ايوه وانا اعفو في 23 سنة قهر وفقر وظلم وشايفة عيالي قدامي. ده احنا بنعتمر عشان يعني عشان ام كانت عايزة تجيب مية لابنها، ما بالك بقى انا معيش حق الدواء يا مولانا تقولي انا اللي فيا فجور في الخصام؟ لان انا عاوز الاخرة. هي عاشت 23 سنة لبنتي ولا اتجوزت ولا شفت عيال تانية زي ما هو عمل. يعني بصي هي تجعل حياتها مكرسة لحاجتين، اللي هي لحد اخر نفس في حياتها تحافظ على هذه البنت، تاني حاجه تمس العفو والجنه والمغفره من الله سبحانه وتعالى يوم القيامه. بقول لحضرتك هي هتعفو، انا احط نفسي مكانها. نعم. انا هعفو بس انا ما اضمنش ان بنتي تعيش حياه كريمه في بيت مع اب زي ده يا مولانا. ومن قال لها تاخده توديه العيش؟ ما تودهوش العيش هناك. طب عايزني ان انا اعفو ليه يا مولانا؟ هي حر في ملها، تعمل ايه عاوزاه؟ عايزني اعفو ليه وانا بيني وبين الله؟ تعفو بينك وبين الله وكلته يا اكيد بتحاسب في كل يوم وبين ابوها حتى ولو كانت من زياده الاحتياجات الخاصه. يعني ما تسوقش العلاقه، ما تقطعش ده، ما تكونش. بس انا عايز اعرف ليه يا مولانا ان الشرع ادالهم هم صله الارحام ديت لها عذاب والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى قالوا في الكتاب وقالوا في السنه. انا دلوقتي انا اعمل اللي عليا، انا اهم حاجه عندي مش اهم حاجه عند ربنا؟ طبعا من نرضي ربنا، هو شايف هو مطلع وهو عارف كويس. أو واحد بص حضرتك ابن مسعود قال رضي الله عنه يؤخذ بيد العبد والأمى يوم القيامة فينادي منادي الأمى يعني المرأة فينادي الأمى منادي أيوة على رؤوس الأولين والآخرين هذا فلان ابن فلان من كان له حق فليأتي إلى حقه فتفرح المرأة تفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو على ابنها أو على أخيها أو على زوجها. ثم قرأ ابن مسعود فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله يا مولانا، هي تعمل لله، اعملي لله، عيشي حياتك لله. أما هذا الأخ أو هذا الرجل
يا سيدتي الفاضلة، أنا من خلال منبر حضرتك أنا بشكر وزارة التضامن، طبعا لأن هذه أصبحت ظاهرة. والوزيرة الجميلة مدام نبيل قباش، جميلة جميلة على رعايتها للأطفال، المسؤولية على المرأة. طب أنت كده بتعرض زوجتك للفتنة، الزوج بيظلم المرأة وما بيديهاش حقها، عاملين شغل محترم وشغل جميل وزارة التضامن الاجتماعي والشؤون الاجتماعية، الله يكون في عونها. اه يعني والله العظيم، يعني وانا كنت معاها وشفتها بنفسي، وكل حفله بقدمها وهي موجوده انا بقعد اشكرها قد كده على صفاء قلبها، وتشوفها يا مولانا وهي بتبكي والاطفال اللي بتبقى معاهم او الايتام او او او. ففعلا يا رب يفتحوا دور زي دي في يوم من الايام. وبشكرك جدا ونورتني. استاذ احمد فؤاد الجهني المحامي بالنقد، الو مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ناخد راي القانون بقى. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله فندم، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ كله كويس. هو انا لو انا عايزه بقى اعمل وصيتي، ممكن اعمل وصيه واسجلها وتتنفذ وتبقى وصيه زي دي؟ ان انا مش عايزه حد يربي بنتي غير ان انا اسيبها في الدار، انا حر. طبعا في حاجه اسمها كده في القانون؟ طبعا شريط انها تتوثق الوصيه دي. وطبعا يعني سواء حتى انها النهارده لو في مال، حتى المال ده عقار او فلوس في البنك، يعني مثلا لو فلوس في البنك مثلا عايز تعمل وديعه، والوديعه دي تكون بتنفق على البنت، العلاقه بينها وبين البنك بتقدر تعمل التعاقد مع البنك بالشروط اللي هي عايزاها. والقانون هنا عالج المساله دي، بمعنى ان هو لو هي يعني هتورث البنت دي مال او هتوصي بيه، ايوه هيعمل لها وديعه وتصرف منها كل شهر. لا يجوز، لا يجوز لو هي اشترطت ده، لا يجوز للولي اللي هو والد البنت ان هو يصرف اي فلوس الا بموافقه. طب مين بقى يبقى الواشي؟ يعني هو خلاص هو كده مش هيصرف، انا ضمنت ان البنت مش رايحه لابوها وابوها مش عارف ياخد منها حاجه، مين يبقى الولي او واصي عليها؟ النهارده حضرتك لو هي مش موجوده، القانون فيه سلسله للوصايا اللي موجوده اللي بعد الست. يعني مثلا النهارده الاب نفسه هو المفترض والي. ما خلاص بقى خلصنا من الاب. مانع عنده، هو ده احنا مش بنحجب عنه الناحيه القانونيه ان هو يكون ولي. ولكن النهارده هو بيبقى الولي او الوكيل القانوني على القاصر الا اذا في مانع من موانع ان يكون يفضل ولي على القاصر. ما ادينا قلنا واحنا كده هنثبت بالقانون انه هو لا يصلح. بالظبط كده. ان هو ما رباش وخلف وعمل، طب مين بقى اللي تروح له الولايه بعد كده؟ انا عايزه اطمن على البنت يعني كليا. بتقدر عشان طبعا الظروف دي تلجا لنيابه الاسره، بتقدم لها طلب بالمضمون ده وبالكل اللي هي عايزاه بالشكل الطلبات بتاعتها، وبتكون نيابه الاسره هي اللي بتتولى الامر ده. في بقى جهات قانونيه هي اللي تتولى الامر ده. طبعا. حلو جدا. وكمان وبتحظر على الاب ان هو يتصرف في اي مال للبنت القاصر دي الا بموافقه النيابه. هسالك برضو اخر سؤال يا استاذ احمد. اتفضل. وسؤال هو تريكي جدا، عمال اسالكم كلكم اسئله هي استفزت قلبك، يعني عارف اللي هو تك تك تك. رايك ان الراجل ده ممكن يتصلح حاله وان هي ممكن تدي له حق الولايه، ولو الفلوس جت في ايده هيصرف على البنت؟ دي مسألة باللي انت شفته، باللي انت شفته اكيد انت عندك خبرة تعدينا بسنين ضوئية، فانت بقى تقول لي. بص حضرتك القانون عام مجرد، يعني احنا واحنا بنعمل المشرع وبيحط على قانون ما بيحطش في القانون لحد معين، لان ممكن يكون في متغيرات فيها. فهو بتحط الراجل ده ممكن يصلح حاله، لكن هي بتحمي حاجة القاصر عشان لو الراجل ده اتصلح حاله يبقى خير. قلبك بيقول لك ايه وعينيك شافت ايه في المحاكم يا استاذ احمد؟ بس بص حضرتك، من الكيس اللي انت عرفتها هي كده كلها، القضيه دي كلها الطبيعي، المنطق والطبيعي ده اب قد يكون مثلا في مشكله معاها، او هو الراجل مثلا ممكن يكون عنده عدم قدره على تحمل مسؤوليه بنت معاقه او كذا، او ممكن خلافه مع امها، او بنت ليها عنايه خاصه ومن ذوي الهمه. فهي بالظبط، وخاصة هي هنا عايز تسيب لها مال. يعني هو لما يعني السؤال بتاع حضرتك، هو مش هيبقى مضرور من شيء، مش هتحمل حاجة، ده هو مجرد بس هيراعي بنته، وهي تحملت التكاليف أمها من قبل كده. فأنا أعتقد إن هو القلب بيقول إن هو ده أب في الأول والآخر،
الا ما رحم ربي. لكن يعني انت رايك اه ولا لا؟ انت محامي جدا على فكره، بس انا مش هسيبك. تحافظ على حاجه البنت وتاخد الاجراءات والضوابط اللي تحمي حاجتها، اللي هي لو في حاله من الاب. لا اصل هي ولا حركة على حاجه، هي ما فيهاش ضمانات، هي تجربه مره واحده، هي ممكن ما تكونش عايشه لينا بكره. فاحنا لو قلنا اه يعني انا بقول لحضرتك باللي حضرتك شفته في المحاكم او ممكن تستشفه من أنا قصه زي دي، هل الراجل ده هيدي البنت الفلوس ولا لا؟ انا اجابتي واضحه سياسه. انا وانا بتعامل ما اختارتش اللي قدامي ملاك او شيطان. انا بعمل الضوابط ان اللي قدامي لو ملاك او شيطان ما هيحصلش ضرر. فهي من دي وان بتقدم طلباتها لنيابه الاسره بالمضمون ده، حتى مثلا والبنك، وبتعمل علاقه قانونيه عقديه مع البنك وهي بتصرف الفلوس بتبلغ بيها. بس لكن انا كنت بسال حضرتك، حتى لو هي دلوقتي احنا قلنا لها وقدامها الحلين، بس انا كان اهم اجابه عندي النهارده انه حضرتك تقول لي انه انا فعلا ممكن لو لا قدر الله انا خلفت بنت وخايفه عليها وشايفه انه اللي حواليا غير مؤهلين ان هم يربوها، انا ممكن اسيبها في دار واعمل وصيتي وان انا اودع البنت هناك، صح؟ بالظبط كده، وبتبلغ باباها. بس خلاص بشكرك. افرض بقى كويس، هيقدر ان هو يكمل بقى طبعا، وهيقدر يحل الموضوع ده. انا بشكرك ونورتني، ميرسي جدا يا فندم، شكرا. دكتور هند، حتى انت قلتي لي انا بدات بيك انت الاول في انه ان هي حتى ما يبقاش في حل انه الاب هو اللي يربي وهو. ايه رايك في كلام الشيخ ورايك؟ بصي، هو طبعا يعني وجهه نظر ثانيه، وانا برضو ممكن اقول رايي فيها. احنا مش عارفين الخلاف كان بين الاب والام كان ازاي، والمفهوم الخاطئ اللي عند البعض الرجاله. تعالي تفكري شويه مع نفسك. لا يعني انا فتحوا فكره ثانيه، بس تعالي افكر معاكي بصوت عالي. لو انا هرد بدلها، هل مهما كان الخلاف بعد 3 شهور وانت عرفت ان انا حامل، ده انا حرام ان انا اخبي عليك حملي؟ ما هو وانت عرفت ان انا حامل، ما هو للاسف بقى وجبت بنت من ذوي الهمم، ده قلبه ايه؟ خلاف ايه؟ ده قلبه حجر. اقول ان الطلاق للاسف بعض الابهات لما بيطلقوا زوجاتهم كانهم بيطلقوا اولادهم. مفيش حاجه اسمها كده. ما هو ده الواقع. بصي، انا احنا بنتكلم في الواقع والمجتمع واللي بقى فيه، انا بحكي لك على الواقع. انا عشان كده بقول لك انا دلوقتي الكلام ده على راسي، والكلام ده على راسي، بس احنا بنتكلم في واقع. هنسال على بنت احنا كنا سبب في يوم من الايام ان هي تفضل مأذية نفسيا بسببنا، عشان اقول لك كلمه. احط في الاعتبار ان ممكن عاطفه الاب تتحرك، وممكن بعد وفاة الأم بعد الشر. ما أنا قوي، خلينا نحط الافتراض التاني إن ممكن بعد. أنا بص بقى أحط الاتنين وهقولك في النهاية أنا شايفة الأنسب للبنت إيه. أنا قلت في الأول مش هينفع، لأن إحنا كده بنحط البنت في بيئة غريبة، ودي بيئة وإنت مش مدركة يعني. ده رحب بيئة غريبة ما تعرفهاش، خلاص هتتعامل إزاي، هتشوف الموضوع إزاي، هتتربى إزاي بعد كده، تفاصيل كتير. انما انا بتكلم في نقطه تانية، لنفترض ان الاب عاطفته اتغيرت، احنا هنا محتاجين اوريدي للبنت ايه في الوقت الحالي. هو لو هي اتربت في دار المسنين هيبقى عندها مشاكل نفسيه؟ لا، احنا خلينا اجيبها لك من ناحيه تانية. انا عايزه البنت من ايه. لا، البنت هنا محتاجه اصلا دعم نفسي جامد قوي. طب ما هي امها موجوده يديلها الصحه لما امها توفى بقى. لا معنى ماما، الام بتقول انا عندي 60 سنه 65 65 سنه وخايفه ان العمر، ربنا يديها طول العمر والصحه ويخليها لبنتها، وخايفه ان العمر يروح والبنت تبقى وحيده. هنا في جزء مهم قوي، البنت اوريدي اعتمادها النفسي والكلي على هذه السيده، خلاص كده هي الحياه بالظبط. فبالتالي لو اختفاء دي او لا قدر الله فقدان دي، هنا يبقى في ازمه نفسيه كبيره للبنت. فعشان كده لازم يكون في دعم نفسي قوي جدا دلوقتي. اولا لازم نفهمها ان ممكن يحصل ده، لازم تعرف ان في حاله فقدان. انت خد بالك البنت اصلا اوريدي مفتقده نموذج. يعني لازم افهمها انه في حاجه اسمها موت طبعاً، وانه ربنا كاتبها طبعاً علينا ولازم نتقبلها يعني انا بقول لك البنت يعني دي محتاجه دعم نفسي قوي جدا، دعم نفسي ان هي تبدا. يعني هي بتتعامل مع امها كطفله لم تفطم، يعني كانها لم تفطم. واحنا لازم نعمل كده مع اولادنا كلهم بنسبه كبيره. بس يعني احنا ما لم في وعي اقول لهم انا ممكن اموت في لا طبعا لا بيادي الشر ليه نقول الكلام ده؟ اطفال واعيين ومدركين هيعيشوا الحياه ويشوفوا الخبرات يعني دي ويمروا. يعني اول ما يوصلوا العشرينات ابدا اقول لهم؟ لا يا ستي ما نقولش خالص. طب ما الامهات كلها بتقولها، الدنيا بتجرب. ده انا لو مت ما حدش هيسال عليكم، انتوا عارفين انا لو مشيت سبت البيت ده البيت هيعدي عليكم. لا دي جمله الامهات الشهيره. لا بس ربنا يريحكم منها. انا بتكلم في نقطه ثانيه اللي هي البنت ما عندهاش وعي، احنا بنتكلم على ادراك ضعيف. انا ما اعرفش عمرها الزمن العقلي قد ايه مقارنه بعمرها الزمني، فاحنا بنتكلم بتقول انها طفله وطول الوقت ليها احتياجات. الطفله دي ارتباطها النفسي بامها قد ايه؟ انا اكاد اكون ان الطفله دي لم تفطم نفسيا، هي مرتبطه بهذه السيده طول عمرها.
فهنا محتاجة أولا دعم نفسي قوي جدا، محتاجة تعتمد يعني توصل لمرحلة الاعتماد على نفسها ولو لنسبة علشان تقدر تكمل. سهلة تعرف تعمل كده؟ ما نعرفش حالتها عشان كده. أنا فعلا أنا البنت دي لو هي محتاجة الدعم النفسي ده هي والدتها أنا موجودة بجد كطبيعي بتاعي أكيد والله. طب قولي لي لحد ما نشوف بقى إيه فعلا محتاجة دعم نفسي ولا لا. ده اللي أختم بيه معاك إنه نعم نعم تعمل لها إيه يعني، هي مطلوب منها دعم. أنا شايفة أنا مبسوطة إن هو بس حلال وفي القانون ممكن تودي. ما بقولك خالص الرأي ده يعتبر جدا وجميل ومطمئن، بس أنا شايفة إن الأم ذات نفسها محتاجة دعم نفسي لأن عندها مخوف كتير، عندها مخاوف كتير. طبعا معذورة معذورة ما أقدرش أقول حاجة، بس لازم تاخد بالها إن الخوف اللي هي فيه ده هينعكس على بنتها. يعني أنت بتدور لها على الأمان المادي، لا الأهم بالنسبة لي بتدور لها على الأمان النفسي، إنها تبدأ تقدر تقف على رجلها بنسبة ما، تقدر إن هي تستوعب الحالة اللي هي فيها لو لا قدر الله يعني ربنا يطول في عمرها. طبعا لو إن هي بقت لوحدها لازم النقطة دي ركزي على الدعم النفسي. الدعم المادي القانون قال لك تمام، الدين قال لك تمام، لا هنا بقى انا بقول لك ممكن تبعد عنها كل شويه كده عشان تسيبها تعتمد على لا هي تقوى، هي الام ذات نفسها تقلل خوفها، ارمي توكلك على الله. انت في النهايه ربنا اداكي هديه، الهديه دي انت قدرتي بيها تكملي المشوار. فيعني اداكي هبه طبعًا. خدي بالك ان انت دلوقتي انا انبسطت ان هو فعلا بيدخله الجنه. احنا كنا بنقعد نقول الكلام ده نصبر بيه لا طبعًا. نفسنا ونصبر بيه اللي حوالينا، بس سبحانك يا رب. واعتقد انها احسنت رعايتها ان هنا الوصله في الاخر ده بتدور على مصلحتها لو لا قدر الله هي توفاها الله. فانت هنا يا ام استمتعي بوقتك معاها الحبه اللي ربنا يطول في عمرك طبعًا. اديها امان طمانه، واديها كمان انها تقدر توصل تقدر تعتمد على نفسها، تفهم ان في يوم من الايام انا في الشخص ده ممكن يفقد. وانت كمان يا ست صفيه محتاجه دعم نفسي عشان تقللي الخوف اللي انت ماشي معاكي 23 سنه. انا بشكرك ونورتيني يا دكتور هند. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي ليك يا عم. استنونا بعد الفاصل، عايزه اتكلم معاكي شويه يا ست صفيه. ست صفيه انا حاسه بكل كلمه حضرتك كتبتيها وبعتيها لنا، بس عايزه اقول لك على حاجه، انه الموت والحياة بتوع ربنا، محدش عارف هيموت امتى. ربنا يديكي طولة العمر ويخلي لك البنت دي عشان ربنا رزقك بالصحة عشان خاطرها، ويمكن تفضلي معاها طول العمر وتفرحي بيها وتكبر قدامك. وما تقوليش كده تاني، ممكن تكوني انت مضغوطة عشان شايفاها اني عمالة تكبر قدامك وقلقانة عليها، وده اللي مخليكي قاعدة بتفكري في الموت. هو مش عيب ان الواحد يفكر في الموت، ولازم نفكر فيه ويفكر في أحوال المسنودين عليه بعده، ولاده أو أهله، بس لما يفكر يفتكر ربنا سبحانه وتعالى هو الضامن الحقيقي في حياة ورحلة احنا عايشينها، هو اللي خلاكي وقواكي ان انت تتحملي مسؤوليتها لحد النهاردة. فبلاش متعيش تبلغي بقى في تفكيرك في موت، ما تبقيش خايفة. خليني أسألك على حاجة، هل الحل ان البنت تفضل بعيد عن باباها؟ أنا مقدرة جدا وحاسة بيكي ومتخيلة اللي انت مريتي بيه، والحمل تقيل ومش قادرة وشلتيه لوحدك، واخواتك كمان اخواتك دلوقتي بيكبروا. أنا بطلبش منك ان انت تسامحيه، ما تسامحيش في اللي بينك وبينه، دي حاجة ترجع لك مالناش دعوة. بس كلنا هنتقابل قدام ربنا، وده حق عباد، اللي ما عرفش ياخد حقه في الدنيا هياخده في الآخر. ربنا يسامح في أي حاجة إلا حق العبد. بس بنتك ممكن لو انت حاسه ان انت ممكن تجمعيهم مره او يشوفوا بعض وتشوفي ايه رد الفعل، لو انت عايزه تشوفيه وانت موجوده وتعرفي تحمي بنتك لو حصل لها حاجه جربي كده. بس انا مش هقول لك انه هي تعيش مع الاب ومش عارفه ايه الحل اللي يتعمل، يعني ما اقدرش اضمن لك ان هو يبقى كويس، وما اقدرش اقول لك ان هو عنده استعداد للتغيير. بس هل انت حاولتي وجربتي معاه؟ جربتي تشوفي رد فعله هيبقى ايه؟ عشان ما تقعديش ان انت تقولي هو لسه زي زمان، ده هو لسه ما اتغيرش، مش جايز قلبه يحن. طب مش جايز لو شاف بنته وشافوا بعضه واتكلموا وحصل تواصل بينهم يحاول ان هو يحتويها ويندم على اللي فاته لما كبرت وهي مش قدامه؟ طب ما فيش اي حد في عيلته فيه الخير؟ ما انت قلتي ان هم ايه؟ ممكن يكونوا بيشتموا ومش مؤدبين، بس اكيد في حد كبير ممكن نلجأ له. صح؟ وانت قلتي ان خلات البنت سنهم كبر، فانت برضو خايفه ومش ضامنه بكره. فممكن بقى ان احنا نضمن ان احنا البنت دي تتربى في حياه كريمه وحياه كويسه. انا بفكر معاكي بصوت عالي وبقول من باب المحاوله ان احنا ممكن نجرب ان هو يقعد مع البنت، نجرب
نجرب نجرب قبل ما نقعد نقول لا عشان تبقي عملتي اللي عليكي، وبعد كده امشي في اللي انت بتقولي عليه. ويا رب يا رب يا رب صوتك يوصل، وانه نكون احنا سبب، وان الناس او الاهالي اللي خايفه على عيالها او انه يبقى في اهالي غير كفء ان يتربي عيالها ممكن يروحوا دور ويتربوا حياه كريمه وحياه كويسه، واللي ما لقوهوش جوه يلاقوه بره هناك ويتربوا تربيه سليمه. بس ويا رب ان احنا نكون سبب دايما. وحتى الرساله اللي حضرتك بعتيها انه فيها امهات، الرساله يعني توجع القلب لما اب يروح عشان يحاول يحل ازمه ابنه في المدرسه فيشتمه بامه قدام العيال ويصغره. انتوا بتعملوا ايه؟ يعني مش هنقول ان احنا ضد الاب اللي بيعمل كده او ضد الام اللي بتعمل كده، احنا مش ضد حد، احنا ضد الكائن اللي بيعمل في عياله كده ايا كان هو مين. بشكركم جدا، وعايز اسمع منكم قصص، عايز اسمع قصص انه المشاكل اللي عندكم في حق الولايه، خايفين على عيالكم من ايه، عمركم كتبتوا وصيه وكتبتوا فيها ايه؟ بس كده، وهستناكم في حلقه جديده وقصه جديده، بس تكون قصه حقيقيه. باي باي.